بكم أحبتنا ضيوف وزوار معرض أربيل الدولي للكتاب، واليوم الثاني من الفعاليات التي تستمر مع أيام المعرض. جلسة اليوم عن الترجمة والحقوق الملكية الفكرية وتأثيرات ما يحدث في بعض الدور أو الناشرين من سرقات لحقوق الكاتب، عن دور الترجمة وأثر الترجمة في ثقافة الشعوب وفي تبادل المعرفة ما بين الشعوب والأمم، عن دور الترجمة في تقريب العادات والثقافات بين الشعوب، خاصة نحن في العراق كبلد محاط بدول تتكلم أكثر من لغة، كانت تكون اللغة الإيرانية أو اللغة التركية أو اللغات الدول المجاورة القريبة على المحيط العراقي. بالتالي نحتاج أن تكون هناك حركة ترجمة أكثر قوة وأكثر ديناميكية، لأن كل ما يترجم الآن هو يترجم عن اللغة الإنجليزية، بينما هناك علوم ومعارف تكتب بلغات أخرى، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، وحتى الدول المجاورة للعراق. نحتاج أن تكون الترجمة أشبه بالميزانية اللي تخصصها الحكومة، لأن تكون هذه الميزانية خاصة للترجمة. مؤسسة المدى أخذت على عاتقها هذا الدور وعملت أشبه بسلسلة لكتب الترجمة، اللي ممكن تكون الكتب المترجمة الصادرة عن المدى مساوية لما يصدر باللغات الأصلية. يتحدث في الجلسة بداية الأستاذ والمترجم عبد الإله النعيمي، عن يتكلم عن الترجمة، ماهية الترجمة، دور الترجمة، هو كمترجم كيف خاض هذا الغمار، وما الذي أضافت له الترجمة، وكيف يتعامل مع النص. ربما هي أسئلة كثيرة لكن ممكن أن تسترخي في الإجابة عليها. لك الجواب أستاذ. السلام عليكم. أنا راح يقتصر حديثي عن الترجمة كفن أو كعلم أو كمهنة، لأن المترجم ما أن ينجز العمل يصبح ملك الناشر، والناشر هو اللي يبتلي بمتابعة الحقوق محاربة التزوير والسرقة وإلى آخره. بس قبل ما أبدي بودي أن أشير إلى نقطة واحدة. أنا جابوني من المطار رأساً لهنانة، فلا تستغربوني إذا أثناء الحديث أنام، وقعدين قعدوني مثل ما تقولون كلثوم الهوى غلاب، النوم غلاب. المترجم خائن، هذا القول الذي كثيراً ما يتردد في أي نقاش حول التحديات التي تواجه الترجمة يعود في أصله إلى العبارة الإيطالية تراديتوري التي تعني بصيغة الجمع المترجمون خونة، ويمكن اقتفاء أصلها إلى مجموعة من الأمثال الخاصة بمنطقة توسكاني شمال غرب إيطاليا، صاغها الكاتب جوزيبي جوستي في القرن 19، ولكنه قول بلا أي ممهدات، ولا يعرف كيف انفصل عن أصوله الإيطالية وأصبح قولاً شائعاً يتردد بلغات متعددة. بغض النظر عن جذور المترجم خائن، فإن هذا القول يراد به الإشارة إلى أن من المتعذر في غالب الأحيان نقل المعنى الدقيق للأصل، ويصح هذا بصفة خاصة على الأعمال الأدبية، حيث لا يتعامل المترجم مع معاني الألفاظ ودلالاتها فحسب، وإنما مع أهمية الشكل والصوت أيضاً، إلى جانب ضرورة امتلاكه خلفية ثقافية معينة باللغة التي يترجم منها. ولا يستطيع المترجم أن يعيد بأمانة إنتاج كل هذه الجوانب بلغة مختلفة عن الأصل، وبالتالي فهو يخون المؤلف الأصلي للنص
على نحو ما بإعادة إنتاج بعض هذه الجوانب فقط. ومن الأمثلة الشهيرة على خيانة المترجم في الأدب العالمي ترجمة الروائي والشاعر فلاديمير نابوكوف لرواية بوشكين الشعرية الشهيرة يوجين أونيجن من الروسية إلى الإنجليزية. فغالبية الترجمات تعيد إنتاج الشكل ولكنها لا تنقل النص إلا نقلاً تقريبياً، لأن النقل الكامل للظلال والدلالات المرتبطة بخصوصية لغة الأصل أمر متعذر. نابوكوف فعل العكس تماماً، فهو ترجم كل مفردة ترجمة نصية مع تعليق مستفيض على ما قد يكون معنى مضمراً أو ضمنياً أو تلميحاً في كل مفردة ليست واضحة المعنى. عدت ترجمة نابوكوف خيانة حقيقية للنص ولنص بوشكين بالذات، لأن من المتعذر قراءتها بصوت عالٍ وإيصال التأثير العاطفي المدمغ في الشكل والصوت. ولكن نابوكوف كان يرى أن كل ترجمة أخرى خيانة لنص بوشكين، لأنها تفقد ظلالاً معينة هنا وهناك، وكان هو أيضاً على صواب. المثال العربي الأشهر في الأوساط الأدبية على عدم فهم النص ولا أقول خيانته هو ترجمة كلمة سوالو في قصيدة إليوت الشهيرة الأرض اليباب، فإن لهذه المفردة معنيين بالإنجليزية، الأول يفيد فعل البلع والآخر يعني طائر السنون، ولكن اثنين من الشعراء العرب المعاصرين ترجم نداء إليوت لطائر السنون في قصيدته إلى ابلع ابلع. ويلاحظ المترجم القدير الدكتور عبد الواحد لؤلؤة أن الشاعرين المعاصرين ترجم أيضا اسم قصيدة إليوت إلى الأرض الخراب قائلا أن الأدق هي الأرض اليباب، وأن الشاعر وأن شاعرين المترجمين لم يعرفا الفرق بين دارهم خراب وأرضهم يباب. في الحقيقة أن وصمة الخيانة ألصقت بالمترجم منذ غابر الأزمنة، وهو واقع بين نارين، نار الكاتب الذي يجره باتجاه ونار القارئ الذي يجره باتجاه آخر، والمطلوب من المترجم أن يرضي الاثنين داحضاً الرأي القائل أن لا أحد يستطيع أن يخدم سيدين في آن واحد. ولكي يثبت المترجم أنه قادر على خدمة سيديه الكاتب والقارئ عليه أن يكون صاحب ثقافة واسعة ومتنوعة، فمن الجائز أن يتضمن العمل الذي يترجمه نصوصاً تاريخية أو فلسفية أو فكرية عليه التعاطي معها بعناية تشترط أن يكون لديه رصيد ثقافي في التاريخ والفلسفة، أو يتضمن العمل إحالات إلى فنون مثل الرسم والنحت، وهنا عليه أن يكون صاحب ذائقة فنية وملماً بالمدارس الفنية ولغة الفن وقاموسها. ويصح الشيء نفسه على السينما والرياضة والجغرافيا وفولكلور الشعوب وأغانيها وصناعاتها التقليدية، ناهيكم عن العلوم والتكنولوجيا والطب وما تسخر به هذه الفروع المعرفية من مصطلحات ومستجدات وتطورات متسارعة. وكثيراً ما يتعين على المترجم الرجوع إلى المصادر من كتب ودراسات وبحوث. بكلمات أخرى، أن يكون المترجم في حالة تثقيف ذاتي دائم، فإن سيف خيانة النص مسلط عليه في كل خطوة، فضلاً عن أن ضعف ثقافة المترجم تجعل عملية الترجمة مرهقة له شخصياً. وغني عن القول أن أكبر التحديات التي تواجه المترجم هي في ترجمة الأدب عموماً وترجمة الشعر على الأخص، بوصفه حمال أوجه أو حابل قوى الشاعر الشائع المعنى في قلب الشاعر. وفي الغالب لا يكون بمقدور المترجم أن يتصل بالشاعر، لا سيما إذا كان ميتاً أو يعيش في قارة أخرى
أو يرفض الحديث، ناهيكم عن إقناعه بأن يفتح قلبه لكي يعرف المترجم معنى شعره. ليس من المستغرب والحال هذه أن تختلف آراء الباحثين المختصين بالترجمة ومقارباتهم للترجمة الأدبية. لذا قدم المنظرون استراتيجيات وطرقاً متعددة بشأن الترجمة الأدبية. وفي عالم يتسم بالكثير من الثنائيات، مثل الخير في مواجهة الشر والوفاء في مواجهة الخيانة، فإن الثنائية القائمة منذ سنوات في ساحة الترجمة الأدبية هي الترجمة الحرفية في مواجهة الترجمة الحرة. ورغم التقدم المتحقق، أستاذ عبد الإله، نقدر نرجع بعد إذنك للحلقة للورقة بعد ما نستأنس برأي الأستاذ ونرجع مرة ثانية، حتى تقريبا خلصت يعني، حتى يكون شوية أخذ وعطى بالحديث، لأن أنت أعطيتنا فد موجز لطيف وممتاز عن الترجمة وخيانة الترجمة وبدايات الخيانة، وفد نموذج عن قصيدة الياباس اللي هي ربما تكون مشهورة ومعلومة للجميع. ولكن هذه الخيانة التي وصفتها، دائما ما تكون هناك خيانة أخرى غير الخيانة الترجمة، خيانة الناشر حين يقوم بسرقة الحقوق الفكرية. السؤال هنا موجه للأستاذ سمير عبده، رئيس اتحاد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين. الخيانة الثانية، خيانة الكتاب، خيانة الحقوق، كيف يتم التعامل مع هذا الخيانة من وجهة نظر ثقافية وقانونية؟ مساء الخير عليكم جميعا، وبشكركم على هذه الفرصة اللي بتتاح لنا في معرض أربيل للكتاب. الحقيقة الجزء أو الترجمة طبعا مسألة مهمة جدا لإسراء الفكر العربي والاطلاع على الثقافات الأخرى، ولها دور كبير جدا في تنمية الوعي. إنما هو الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو الحقوق الأخرى وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية، دي الحياة الملكية الفكرية دي اتفاقية بتنظمها اتفاقية بيرن، وموقع عليها الكثير من البلدان العربية للالتزام بحقوق الملكية الفكرية وقواعدها، ولكل دولة قانونها الخاص. الملكية الفكرية في معظم بلدان الوطن العربي وحقوق الملكية الفكرية 50 سنة للمؤلف أو المترجم، 50 سنة بعد الوفاة، يعني طول حياة المؤلف أو المترجم وبعدين 50 سنة بعد الوفاة. في أوروبا وأمريكا في بعض الدول أنه بتمتد 70 سنة. المشكلة في الوطن العربي هو عدم تفعيل القوانين والقرارات، ده جزء. والجزء الثاني عدم الوعي بمدى يعني أهمية الملكية الفكرية والعلم بحقوق الآخرين. للأسف كثير من الناشرين لا يعلم واجباته وحقوقه تجاه الملكية الفكرية، وليس لديه الثقافة الكاملة لعدم الوقوع في أخطاء من ناحية الملكية الفكرية. بيجد موضوع جيد بيسعى له وبيعمل الكتاب أحيانا دون وجود عقود ودون احترام للمترجم أو المؤلف أيا كان، أحيانا مبدع مؤلف عربي يعني يجد أنه كتابه مطبوع في أربيل وهو متفق في أربيل وقرص أو تم الاعتداء عليه واتعمل طابعة تانية في مصر أو في المغرب أو في أي دولة أخرى. هذه الأمور لها أثر كبير جدا على حاجتين. أولا الاستثمارات بتاعة الناشر كصناعة نشر وبيشتغل وصرف على هذا العمل ومفروض له التزامات تجاه المؤلف ما بيقدرش يحققها، وضاعت الاستثمارات في مقابل طابعة مقلدة. المبدع أو المؤلف هنا عندما لا يحصل على حقوقه الخاصة وطبقا للعقد لن يحصل على حقوق، وبالتالي بتؤثر على المبدعين
وبتؤثر على الصناعة واستمرارها، وبتضعنا تجاه قوانين وقواعد لا تنفذ. الحقيقة بدأنا في الفترة اللي فاتت، وده مفروض دور اتحادات الناشرين الإقليمية واتحاد الناشرين العرب، وبدأنا نعمل دورات في مصر لرفع ثقافة الناشر وفهمه للملكية الفكرية وكيفية التعاقد مع النص ومع المترجم ومع المؤلف واحترام هذه الحقوق طبقا للقواعد والأعراف الدولية. ما عمل حملات لمكافحة عمليات التزوير والقرصنة وتطبيق القانون، بالتأكيد لن تمنع التزوير أو هذه الأمور 100%، إنما مع الوعي وزيادة التثقيف للناشر وتطبيق القوانين بالتأكيد هيكون لها أثر في الحد من هذه الظواهر. طيب أستاذ سعيد، يعني هل هناك رقم تقريبي لعدد الكتب التي يتم الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية إذا كان في الوطن العربي أو في العالم، باعتباركم من التابعين لشأن الملكية الفكرية؟ أقول لحضرتك في الفترة الأخيرة، يعني يمكن في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي، في 550 قضية أو ملف لعملية تزوير. في المغرب في أكثر من يعني يمكن العمليات اليومية وما بيتم من معرض الكتاب الماضي حتى الآن أكثر من 1000 قضية. في الجزائر موجود. في معرض الأردن الأخير أثناء إقامة المعرض وجدنا أنه في مطبعة موجودة في عمان وبتطبع لبعض المؤلفين المصريين والناشرين العرب الآخرين. في أحدث الحملات اللي قمنا بها في الشهرين الأخيرين في مصر، أنا تم مصادرة أكثر من 500,000 كتاب لمزورين ومطابع وتخص ناشرين مصريين وناشرين عرب في حوالي 10 دول عربية. الظاهرة موجودة في كل بلدان الوطن العربي، لأنه ما زلنا بنحبو في حماية والالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للملكية الفكرية. إجابة أرجو أن تكون مختصرة، هل تتم بعد ما يتم جمع هذه الكتب مصادرتها، هل تتم إعطاء حقوق للكاتب الأصلي؟ استعادة حقوق المالية مثلاً المادية؟ القانون بينظم المسألة أنه بيتم مصادرة المطبوعات. كان الأول بيتاخد نماذج ويتعمل بيها محضر وتعرض على النيابة ثم المحكمة لتنفيذ القانون. الآن بيتم مصادرة الكميات بالكامل ولا تؤخذ عينات فقط، مصادرة الكميات بالكامل، وبالتالي أنا بقول لحضرتك كمية أكثر من 500,000 نسخة. هذه الكميات كان بياخدها المزور بعد ما بيتعمل المحضر والنيابة على عينات وبتطرح في الأسواق تاني. فإحنا تنفيذا للقانون بيتم إعدام جميع الكتب المضبوط، بالإضافة إلى قضايا تخص الناشرين، كم عدد من الناشرين والمؤلفين، الناشر هو بيمثل المؤلف في هذه القضية، كم عدد الناشرين، بيتم رفع قضايا مع الاتحاد لأخذ التعويض من هذا المزور لكي لا يكرر. القانون محدد عقوبات في الأول، احنا الآن في بصدد تعديل للقانون المصري لمضاعفة العقوبة وتصل للحبس والغرامة وغلق المنشأة ومصادرة الماكينات الطباعة، لكي لا يكون على أساس أنه مفروض أن الغرم على قد الجرم، إنما لا، عندما لا تتناسب العقوبة مع الجريمة يستمر المجرم في تكرار هذه المسألة. أستاذ عبد الإله، الترجمة هل تحولت من هواية أو ممارسة إلى مهنة وحرفة إذا كان في العالم وأوروبا أو في الوطن العربي؟ الترجمة كما قلت تعتبر فن وتعتبر علم، حتى تعتبر فن وتعتبر علم، له قواعد وأنظمة وقوانين تحكمها، وأيضا هي مهنة
ويعتبر المنتج المترجم ما يعتبر انه فقط ناقل يعني من نص وانما منتج نص اخر يعني نص مستقل بحد ذاته. بس اريد اشير فقط ان المترجم خائن ليس المقصود به هو الخيانه الحرف بالمعنى الحرفي وانما يعني المقصود به هو التحدي اللي يواجه المترجم لنقل النص وروح النص ايضا. وهناك تعرف ظلال كثيره في النص من الصعب يعني نقلها تمام. اما تجربتي مع حقوق النشر فاني اذكر ترجمت لدار المدى كتاب شيعة العراق ولاحظت في لندن المنظمات الدينية من تعقد اجتماعات كانت تضع طاولة في مدخل الاجتماع وتبيع به كتب ليحضرون هذه الاجتماعات وكان بينها كتاب شيعة العراق. يا أي اجتماع تروح تشوف على الطاولة موجودة كتب دينية وتراثية وبينها شيعة العراق لكن بشكل ما بدون اسم المترجم وبدون اسم دار المدى. فهاي قرصنة تعتبر. كيف تعاملت مع هذا الأمر؟ بالحقيقة يعني أحد الأصدقاء أخذني إلى كانوا سادة معممين قاعدين أخذني من إيدي وقدمني لهم قال لهم هذا هو مترجم الكتاب اللي انتم عارضيه برا بدون اسمه وبدون اسم دار النشر. فهم طبعا قاموا وقالوا بارك الله فيك بارك الله فيك. وهذا احنا ما لنا علاقه به ما نعرف منه المسؤول. وهذا القضيه الاخرى ترجمت كتاب فريد هوليداي لدار الساقي في لندن و ترجم الكتاب ايضا في مصر باع الكتب الشهير مدبولي لا ما اعرف مستجير اعتقد كان هو اللي ترجمه. فدار الساقي تعرف دار محترمه تشتغل في لندن وتلتزم بالقوانين ولا اقامت دعوه وصرفت الاف جنيهات الاسترلينية بس ما طلعت بنتيجة. فدار الساقي بعدها قررت أن ما تنشر كتاب لمؤلف مشهور هو يسرق. نعم نعود لدكتور سعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين. تأثيرات قرصنة الكتاب أو حقوق الملكية الفكرية، هل وردتكم شكاوى من كتاب أجانب إلى بأن هناك تم ترجمة كتابة دون أخذ علمه أو تم قرصنة كتابة دون أخذ علمه ودون معرفته، وكيف تعاملتم مع هذه الشكاوى إن وجدت؟ والشكوى إذا جت من المؤلف أو من ناشر آخر بيتم التعامل معها من خلال اتحاد الناشرين في لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي بعد كده بنبلغ إدارة المصنفات الفنية في وزارة الداخلية بتقوم بعمل اللازم. وعند ضبط الكتب المزورة بيتم تحويلها فعلا للنيابة والإجراءات القضائية. لا يمكن أن تقدم شكوى كاملة الأركان ونتركها لأنه دي مهمتنا حماية حقوق الملكية الفكرية للناشر والمؤلف في مصر. أنا بس كنت عاوز أقول حاجة اللي هو التسلسل التاريخي للترجمة وأثرها الكبير على الفكر المصري وأثرها على حركة النشر. الحقيقة يعني يمكن في الستينات والسبعينات تعمل مشروع من أهم المشروعات اللي كان لها أثر على الثقافة المصرية والمثقف المصري. في مشروع اتعمل اسم مشروع الألف كتاب الأولى، ده قدم الحقيقة كم كبير جدا من الفكر والإبداع على مستوى العالم في كافة مناحي المعرفة. وثم الألف كتاب الثانية ويمكن لم يكتمل لها مقومات النجاح،
ثم تولت بعد كده كان في نفس الفترة الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. الهيئة كانت بتشارك بجهد كبير جدا وبتعد الكثير من المواد لتقديمها لدور النشر، وشاركت دار المعارف معاها فيها. أنا بأكد بس على أهمية الترجمة وأهمية الانفتاح على العالم لمعرفة ما يجري حولنا ولتنمية الثقافة في عالمنا العربي. شكراً للأستاذ سمير. احنا ربما وصلنا إلى نهاية الوقت. نشكر الأستاذ عبد الإله النعيمي والأستاذ سمير سعيد عبده على ما تفضلا به في الجلسة.